يعني بيان طويل، هل هذا بيان أم قرار؟ قرار. قرار. إذن يعني حوالي 14 نقطة، قرار 14 قرار من الجامعة العربية. ما أهم ما جاء فيه؟ يعني إيه النقط اللي حضرتك توقفت أمامها؟ أهم ما جاء فيها هو إدانة إيران في لتدخلاتها في شؤون الدول العربية، إدانة إيران في دعمها للإرهاب، في إشعالها للفتن الطائفية، إدانة إيران في زرع خلايا إرهابية ومد الحوثيين بصواريخ باليستية التي تم إطلاقها من الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، وآخرها الصواريخ التي تم إطلاقها على مدينة الرياض. إدانة إيران بأنها بتدخلاتها في البحرين، أو آخر تدخل الذي الأعمال الإرهابية اللي قامت بها الميليشيات المدعومة من إيران في استهداف أنبوب البترول البحريني، وطلب إيران بالكف عن الأمور هذه، وطلب إيران باحترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. أيضا أدان أعمال حزب الله الإرهابي في لبنان وما يقوم به من دعم الإرهاب ومد السلاح لميليشيات موالية لإيران أخرى في المنطقة، وتدخلات حزب الله في دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط، وتدخلاته في الشأن اللبناني بشكل سلبي. لكن يعني هذه الإدانات ليست جديدة، ولكن ربما اللهجة هذه المرة، وقد سمعناها سواء من كلمة حضرتك أو كلمة الوزير البحريني أو حتى كلمة الأمين العام، سمعنا لهجة ربما أكثر حدة في التعامل مع القضية الإيرانية والتهديدات الإيرانية. هل هذه الحدة في رأيك ترجمت إلى قرارات، أم أنها انتهت في النهاية لمجموعة من الإدانات ليس بها خطة؟ هناك لجنة رباعية مكونة من جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمتابعة تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة. هناك تقارير تصدر وتوزع على الدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا الشأن، كما أن هناك تواصل مع المجتمع الدولي سواء الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لتوضيح الأعمال الإرهابية و العدوانية التي تقوم بها إيران في المنطقة. هناك إدراك الآن لدى الدول العربية بأن ما تقوم به إيران يشكل خطر على الأمن القومي العربي، وأنه يجب على الدول العربية أن تتخذ مواقف قوية تجاه هذه الأعمال العدوانية، وتنظر في اتخاذ إجراءات قوية لردع ما تقوم به إيران في المجتمع في المنطقة. كما أن هناك إجماع بدأ يظهر في المجتمع الدولي على أهمية محاسبة إيران على دعمها للإرهاب وعلى انتهاكها للقرارات الأممية المتعلقة بالصواريخ البالستية.